بعد ما قسمنا الدايرة إلى 4 أجزاء متساوية، عندنا الخطين المتعامدين على بعض، قطعوا الدايرة في 4 أماكن متساوية. أدي 1 و2 و3 و4، ودول هيبقوا 4 مراكز ل4 دواير بنفس نصف القطر اللي استخدمناه في الدايرة الأم. اهو الدايرة الأولى والتانية التالتة هنا اهو، الدايرة الرابعة اهي، تمام كده. يبقى احنا رسمنا 4 دوائر بيحوطوا الدايرة الأم.